كان اعتقد افضل من عائشه في هذه المساله. حين تزوج علي بن زيد وهي امراه من حسنوات النساء وامراه جميله ومرغوبه، وكان يغار غيره شديده عليها ولا يريد منها ان تخرجي من الحلق، ولا يا ايوين اتمنع ولا لا امنع النساء، ولا الرسول هنا انا لا امنع لا احب بدون فاء احب ان اذهب ولا عرفك في الله. ابن الزبير لما تزوجها برضه لم يمنعها، لان الشرع لا يعطيه صلاحيه لان يمنعها. شوف ابن الزبير ولكن عرضها وخلصها من جنبها في الليل على انه يعني ايش؟ رجل يعني فاسق فغضبت جدا جدا وعادت عفيفه ولم تعد بعد ذلك بحيله من عاد. الله لم يمنعها صح؟ ممنوع ان تمنع. النبي قال هذا مش هيك وبس، في صحيح البخاري النساء كن يصلين في الصفوف الاولى، وكان ام طفل صغير اسمه عمر بن ابي سلمه قريب الرسول. هذا كان ابن ام سلمه النبي ربنا في حجه قريب الرسول، فكان يصلي طبعا اماما وليس له الا الجلباب، ليس له ثوب اخر. فاذا سجد وركع ظهرت عورته الطفل، فقالت احدى النساء استروا عنا عوره امامكم. برجع مبين كل شيء فيه، طفل صغير كان سبع ثمان سنين لما صلي فيه خلوا اصلي مرات استروا عنا عوره امامكم. قال فاشتروا لي ثوبا فكان اول ثوب فيه فرح به جدا. فمعنى هذا ان المراه لا تصلي في الصفوف الاولى وضم وضع كل شيء يا اخي، مش من وراء حجاب وسكر عليه والكلام الفارغ هذا من تقليدنا احنا، هذا لم يكن في مجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوضع كان مختلف، والوضع كانت ايه في صحيح مسلم وفي مسند احمد وحديث عن ابي سعيد. النبي قال ايه؟ لا يفضين الرجل الى زوجه والمرأة كذا فيصبحان يتحدثان، اتدرون مثل ذلك؟ مثل العي وكذا اخره. هل منكم من يفعل ذلك؟ هل منكن من تفعل ذلك؟ الا فلا تفعلوا؟ قال ابو سعيد فقامت امراه كعاب، يعني وصفها ابو سعيد، يعني امراه شابه صغيره صدرها اناء كعاب، فقالت فجدت على ركبتيها والله يا رسول الله انهم لا يفعلون وانهن لا يفعلن. عادي ابو سعيد راها وقال كان عندها هذه الجراءه وهذه الجساره وهذه العفه ايضا ان تشارك وان ترى وان ترى وان تتكلم حين يخجلون وان تقرر ايه الواقع كمان. طبعا كما قلت لكم عضو كتاب الرسول فقط من طريق مختصر هذا ستقرؤون مئات النصوص الصحيحه وستذهلون منها. بلاش يا سيدي في الصحيح، في الصحيح النساء كن يتوضأن في زمان رسول الله هن والرجال من اناء واحد تختلف ايديهم فيه، يعني في سطح في مريم تاتي المراه هو الرجل مش زوجها رجال نساء على المسجد تشمر يتوضا يتوضا هو اذا دخلت ايده دخل عادي. صلاتها في بيتها احسن من صلاتها في مسجدها، وصلاتها في حجتها احسن من صلاتها، وصلاتها في مخدعها احسن من صلاتها في حجتها. يعني شوف لها تقي تحفر لها في الارض وما تحطش فيها نور وتسنها بها وتصلي احسن. النبي قال، النبي يقول كيف هذا؟ اللي قال لا تمنعوا اماء الله مسجد الله. النبي الذي خصهن بيوم بايه؟ على حده. قال عندك يوم محدد انا اديك ولا تمشي كل حرف يا نسوان. انتظر انا بنى عليك رجال فاجعل لنا يوم بدنا الحال نروح معاه ونمضي اليه واعطاهن الفرصه. هذا يقول تصلي في مخدعها احسن. خبيها خبيها خبيها. شو الكلام الفارغ هذا؟ كل هذا كلام رسول الله. كل كلام. وشاوروهن وخالفوهن فان الله يعلى عقولهن فيه. والله انت العقل فيه. اني لا والله العظيم. كذب على القرآن. وفضلنا بتسعة أعشار الشهر، والله كذب أقسم بالله، تعمل الجنس كذب والله العظيم، العكس هو الصحيح. ومو الصحيح. الرجل تكفيه الصورة في الشارع شوف عشان يستغل يصبح وحش، حيوان، دنيل، هي لا. المرأة تعشق بأذنيها، والرجل يعشق بعينيه. المرأة كذا رومانسية. المرأة هي التي تقرر الرواية الرومانسية، تقرر ولا تقرر. هي رومانسية. رومانسية، تحب حقيقة تحمى هو الحب، الرجل لا، تعرف الشهوة. هي لا. أكبر تعشق بأذنيها. لما كان المرأة تغمض عليها تحب تسمع هي نعم هي اللي كان الشاعر شاعر هي شاعرة بطبيعتها وانت رجل شهواني حسي هذا تظلم ويقال لا هي تسعة أعشار الشهوة فيها واحنا عندنا عشر حرام رابع احنا هن هن المصيبة كلها عشان ايه؟ عشان طبعا نؤكد ونكرس النظرة الاتهامية هذه انه معناها خبي خبي انتبه اسمع تخوف ممنوع تطلع كله خلاص في شرخية بائسة والله العظيم ثقافة لعينة هي الثقافة بس من اسمها وسام منها كلها كثيره كلها كثيره.